بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي الغربية تم الإعلان عن انضمام مدينة زفتة لقائمة شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، وفي سوهاج تم زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفى الجامعي ل 76 سرير. كمان امبارح في أسوان تم الإعلان عن إحلال 1700 سيارة لتحديث منظومة النقل الداخلي. في البحيرة تم تنظيم قافلة طبية قامت بإجراء الكشف الطبي على 1285 مواطن برشيد. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الغربية تم الإعلان عن انضمام مدينة زفتة لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم لتكون ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة في العالم، وده تقديراً للجهود المتميزة في جعل التعلم مدى الحياة حقيقة واقعية للجميع ونتاج للأنشطة اللي تمت في مدينة زفتة من تنمية بشرية وتمكين اقتصادي واجتماعي. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة أنه تم استقبال 161,065 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ خلال شهر، في حين بلغ عدد العمليات بمختلف أنواعها 3,064 عملية، وده ضمن الخدمة المقدمة للمواطنين في القطاع الطبي على مدار الساعة. في المنيا أعلنت المحافظة غلق مزلقان دير مواس البحري رقم 66 اعتباراً من اليوم الخميس لمدة 24 ساعة من 7 صباحاً حتى 7 من صباح اليوم التالي، وهيجري غلق المزلقان للقيام بأعمال تطوير شاملة. في جامعة سوهاج تم الإعلان عن تجهيز عناية مركزة متوسطة لقسم البطنة بطاقة استيعابية 5 أسرة، وده بالمستشفى الجامعي الجديد، ليصبح إجمالي عدد أسرة العناية 76 سرير، وده في إطار الاهتمام اللي بتوليه الدولة المصرية للقطاع الصحي للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بما يلبي احتياجات المرضى. في كفر الشيخ شهدت المحافظة تنظيم 4 معارض مجانية للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وده لاستفادة 120 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والوصول للفئات المستحقة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية. في أسوان أكدت المحافظة على تحديث منظومة النقل الداخلي للسيرفيس اللي تم تنفيذها لأول مرة من خلال استبدال سيارات الربع نقل بسيارات مايكروباص حديثة تجاوزت 1700 سيارة للعمل بالعديد من خطوط السير داخل مدينة أسوان وفي مدن المحافظة المختلفة حيث تحمل طابع الهوية البصرية. في المنوفية تم الإعلان عن فوز فريق الجامعة بالمركز الأول في مسار الصحة والرياضة بمسابقة هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم اللي نظمته جامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم ومعهد تكنولوجيا المعلومات. في البحيرة نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة قافلة طبية مجانية بوحدة محلة الأمير برشيد، وتم الكشف خلالها على 1285 مواطن مجاناً من خلال وجود 10 عيادات طبية، وده في إطار حرص الدولة المستمر على تقديم كافة الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والنجوع داخل المحافظة. في بني سويف تم تجهيز 31 معمل وغرف تحضيرية للمعامل بالجامعة الأهلية بتكلفة بلغت حوالي 25.5 مليون جنيه، وده لخدمة القطاع الطبي بالجامعة الأهلية في إطار دعم العملية التعليمية ومقاومتها الأساسية نحو رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.